السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع تصحيح الأخطاء الإملائية في مايكروسوفت وورد. تمام، هنيجي نكتب مثلا بالعربي، هنلاقي عندنا مشكلة في تصحيح الأخطاء اللغوية أو الكشف عن الخطأ اللغوي بالعربي. هذه هو بكتب كلمة بالخطأ مش قادر يشوفها، المفروض بيعمل لي خط تحتها باللون الأحمر، مش قادر يعمل خط ولا بيجيب لي حتى أي خيارات للتصحيح. تمام، هنا المشكلة إن في حاجة اسمها missing tool. إيه هي missing tools اللي عندنا؟ اللي هي proofing tools. هنروح نعمل لها داونلود من الموقع الرسمي من مايكروسوفت، اللي هو هنا بيقول لك install the Arabic pack، تمام، 32 bit for office. داونلود، هنعمل داونلود. تمام، هياخد شوية وقت في التحميل. يعني الموضوع يمكن ياخد 3 4 دقايق بكتير. تمام، هنا في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، ان احنا لازم نقفل المايكروسوفت وورد اثناء ما احنا بنعمل هذه المهمة، عشان هو كده كده بيحتاج انه يتقفل عشان يثبت العناصر الجديدة. فبنروح على وورد ونقفل ونعمل سيف لأي حاجة انا كنت بكتبها عشان الداتا بتاعتي ما تضيعش. تمام، وانتظر لحين الانتهاء من عملية التحميل. تمام، هو هنا بيقول لي جاري تثبيت العناصر، اصبر حتى تنتهي بشكل كامل العملية ديت، ونبدأ بعد كده نعمل تشيك ونشوف السبيلنج تشيكر او اللي هو مصحح الاخطاء اللغوية اللغة العربية نزل بشكل صحيح ولا لسه. هو مجرد ما خلص نجرب تاني نكتب. تمام، هنكتب كلمة بالغلط ونشوف. ايوه، لاحظت هنا ايه؟ ظهر الخط الاحمر، وبعدها لما اعمل رايت كليك على الكلمة اللي مكتوبة بالغلط بيبدأ يجيب لي خيارات التصحيح. هنا هو في خيارات التصحيح. دي كانت طريقة ضبط الأخطاء اللغوية في مايكروسوفت وورد 2019. أشكركم على المتابعة، وأرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.